يعني زي ما انت شايف اجواء احتفال، وده دايما عاده كده، والاحتفال المره دي يمكن شويه زايد لاننا يعني خارجين من معركه قانونيه بالغه الصعوبه والقسوه، والحمد لله انتصرنا فيها وانتصرت المحكمه، محكمتنا الاداريه العليا لقانون النقابه وللديمقراطيه في النقابه، اللي حاول هؤلاء الذين شنوا هذه المعركه علينا انهم يحرمونا منها، رغم اننا في أسوأ الظروف اللي مرت بهذا البلد استطعنا اننا نحافظ على هذه النقابه ونحافظ على انتظام العمليه الديمقراطيه فيها في الوقت اللي كان اللي يعني اغلب او كل تقريبا النقابات المهنيه دخلت ثلاجه التجميد والحراسه وغيره. هذه نقابة عريقة و يعني صرح مهم من صروح الديمقراطية، وبتكتسب أهميتها مش بس من إنها بتعبر عن فئة بتمارس مهنة عظيمة هي مهنة الصحافة، لكنها مهمة أيضا لأنها الأعرق في المنظمات النقابية الوطنية، وما تقدمه من كل مرة في انتخاباتها والعمليات الديمقراطيه فيها بيبقى نموذج للمجتمع كله. احنا النهارده بنقدم هذا النموذج مره تانية، بنجدده، وعندنا طموح ان شاء الله كما كل مره اننا ننجح ونعمل تنتهي العمليات الديمقراطيه على خير، ويختار مجلس جديد هيواجه معركه ضخمه جدا في مواجهه قوى بتعادي الحريات، وهي هتتربص بينا في التشريعات المكملة للدستور بشأن حرية الصحافة والإعلام، وهتحاول تعطل وتحاول تمسخ وتحاول تلتف على الأحكام الرائعة الموجودة في الدستور، ودي معركتنا الكبيرة اللي جاية إن شاء الله. حضرتك شايفة الجمعية هتكتمل النهاردة ولا مش تكتمل؟ سواء اكتملت أو تأجلت الأسبوعين وهتنعقد في المرة الثانية، لكنها بدأت والحمد لله. هل ده يعني لا مش موضوع لا مبالاة، ان الناس عاده بقت فيه يعني احساس كده دايما انها كل الناس تقول لبعضيها لا ده مش هتكتمل المره الاولى، هتكتمل المره الثانيه، هنروح المره الثانيه، فده السبب يعني. لكن هو كل مره بي 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 بينتهي المناخ التنافسي الرائع ده بانتخابات بنطلع كلنا منها نسلم على بعض ونهضم بعض ونؤكد على بعض أهمية القضايا اللي احنا بنواجهها، اللي هي في النهاية لصالح المجتمع، صالح زملائنا طبعا الصحفيين، لكن كمان لصالح المجتمع، لأنه تطور الإعلام والصحافة أمر لا يخص الصحفيين والإعلاميين لوحدهم، لكن يخص المجتمع، حقه في المعرفة وحقه في تمتع بإعلام حر ومستقل ومتنوع. الانتهاكات ومواجهتها واجب يومي، واجب يومي كنا بنمارسه وهنفضل نمارسه. ويعني لازم نعترف انه عاصفة العنف والارهاب اللي بتمر على المجتمع بتدفعنا ثمن غالي، منه الانتهاكات اللي بتنال الصحفيين والاعلاميين والضغط على حرية التعبير وحرية الصحافة بشكل عام، لكن قدرنا ان احنا نواجه هذه الانتهاكات ونوقفها ونكمل البنى دي، بنى نظامنا الديمقراطي، نعمل نظام ديمقراطي حقيقي، هو ده اللي من أجله قامت ثورتين في هذا البلد، هو ده المهمة الأساسية، وهو ده اللي هيهزم الإرهاب هزيمة ساحقة.